من غير مقدمات، لان الفيديو ده هيزعل الناس كتير قوي. بص انا مش عارف ان حضرتك عرفت ولا لا، ان غزه خلاص مش هيبقى اسمها غزه، ولا حتى شكلها على الخريطه هيبقى شكل غزه اللي موجود دلوقتي، والكيان يا فندم ضمها ليه؟ لا وايه؟ ابو احمد، ها فاكره الاسمراني ده ابو طفيره، عامل نفسه لا مؤاخذه يعني، لا مؤاخذه بعيد عن السامعين يعني، عامل نفسه راجل، لا وايه؟ بيطلع تصريحات، ها، وبينقل قوات ويسيطر على مطارات زي الرجاله كده، فاكر نفسه بيلعب ببجي. حلو، يعني عايز اقول لك يا ابو احمد حيلك، حلو حيلك كده واتك شويه، انت اصلا تعبان وصحتك ما تستحملش يعني. وبعدين يا ابو احمد خاف على احمد ولا ام احمد؟ مين بعد لما تفطس ان شاء الله يعني هيربيهم؟ ها، ولا انت كده كده مش فارق معاك موضوع التربيه ده؟ المهم يعني، وبعدين انا مش عايزك كمان تقلق ورقبك يعني تخبط على بعضيها، حلو، بسبب اللي بيحصل في نيجيريا وليبيا وتشاد والكاميرون. حد يقول لي عم فتح واحده واحده بقى كده مش فاهم اي حاجه، اقول له حضرتك انا جاي فاهم حضرتك الفيديو ده كل حاجه واحده واحده وامشي معايا. فاكر يوم 7 اكتوبر اللي فات ده؟ ايوه، لما جابوا الضفاير بالكوتينيل. يعني الواحد بجد بجد والله العظيم يا جماعه مش عارف شهر اكتوبر ده بالنسبه للصهاينه المفروض يلغوه، يعني يبقى اغسطس سبتمبر نوفمبر مره واحده، يعني اصل مره يتاخدوا ورا خط بارليف، مره ينزلوا مالطو يتصوروا، انا مش فاهم اكتوبر اللي جاي ده هيحصل ايه، الله على مدينه نشوف. المهم بقى يا سيدي، خلينا نبدا. جريده العربيه نشرت تقرير مهم جدا، بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك ان النتن كان عارف اللي هيحصل اليوم ده، تخيل؟ لا، وجاله بيه اخباريه كمان، فالصهاينه زي ما تقول كده بقى يعني عايزين يفتحوا له تحقيق، اللي هو ايه اللي حصل ده دي نتونه انت ما انت كنت عارف. لا ده قالوا له كمان ان حامي الف سين كانت بتتدرب او بتدرب يعني قواتها على الطيران الشراعي، فهل ده ما لفتش نظر يعني اهلك لاي حاجه؟ لا، وامتى؟ في عز الظهر، على مرأى ومسمع من الجميع. مش بس كده، ده كانت اساسا بتنزل فيديوهات للتدريبات. سيبك بقى، مش هنكلمك على اللي حصل امبارح من اليمن، ها، اللي عملوه فيكم سبب واحد بس باليستي مش عارف اتكلم يعني، بعته لكم من على بعد مش عارف 2050 كيلو متر، يعني الناحيه الثانيه من الكره الارضيه تقريبا، وما تمش اعتراضه. ها، في 2 مليون بهلول او لطفيره من عندكم نزلوا استخبوا زي الفران. ها، سيبك بقى من كل ده دلوقتي. المهم اما جم يواجهوا النتن قال لهم لا والله انا ما اعرفش اي حاجه، ما مش متابع مش عارف. قالوا طب ما تحلفش يعني احنا ما نعرفش ربنا. قال لهم لا، ما احنا مش قايلين كده، احنا قايلين ان احنا متدينين عادي يعني. المهم قالوا له طب احلف يعني قولها في جمله واحده. قال لهم طب وحياه الواد يا ابني اللي مقضيها في ميامي في امريكا وبره عن اي حاجه بتحصل ومش بحلف بيه الا كده، انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الكلام ده كله، ده انا كنت اصلا على سطح الواد حماده ولمحت بس حاجات كده في السماء افتكرتها عيال بتطير طيارات. قالوا طب يعني طب ليله الضرب الجنود ما بلغتكش بحاجه كده ولا كده؟ قال له لا انا كنت نايم ساعتها ما اعرفش حاجه. ويا ريت بقى نكتم على الحوار ده شويتين يا جماعه، مش عايز قلق هنا. ها، وعموما يا جماعه لو على الاسره انا هرجعه لكم، يلا بسطوا افرحوا. قال له ازاي هترجعهم يلا؟ ده انا، قال لهم ده انا مظبط من الدنيا مع هليف، تمام كده؟ هليف ده يا جماعه اللي هو الضفيره المسؤول عن الاستخبارات عندهم. المهم قالوا له ده هليف اساسا بنفسه طالع على كل الاخبار بيشرد لك يا نتن وبيقول لك فيما معناه ان يعني بالطرق العسكريه، اسمع بقى اللي جاي دي، بيقول ان بالطرق العسكريه الجيش مش هيعرف يرجع الاسرى، فعلشان كده هنحاول نرجعهم بطرق واساليب ثانيه. لا انا هقف هنا كعبد الفتاح، اعتبرني سيدي تفكيري بيروح في حته لوحدي، تاخذنيش يعني في اللفظ. هو يا ترى ايه الطرق الغير العسكريه يا فندم اللي حضرتك هترجعهم بيها؟ معلش يعني، يعني ايه المقابل يعني؟ هتبيع ايه؟ ده انت حتى اغلى ما تملك ما تملكهوش اساسا يعني عشان تبيعه، لا شرف ولا كرامه يعني، تمام؟ يلا مش مهم من دي بقى دلوقتي. المهم قالوا له طب منين انت يا كبير المنتنين بتقول ان انت مظبط مع هليفي موضوع ترجيع الاسرى؟ ده اذا كان هو هليفي بنفسه زي ما بقول لك كده راح لعائلات الاسرى وقال لهم ايه بقى؟ صعب كلهم يرجعوا، ما اضمن لكمش الكلام ده كله. قال لهم ايه ده؟ هليفي بتاعنا هو اللي قال كده؟ قال له ايوه يا فندم. قال لهم طب بصوا بصراحه ما بديهاش بقى، طالما الاسرى مش هترجع وتقارير اتسربت وبتاع والموضوع كبر مننا، انا بصراحه مش قدامي غير حل واحد بس. قال له ايه خير؟ قال لهم سيبوني اطلع اجيبه من على سطح الواد حماد. طلع بسرعه ونزل لهم نتن، قال لهم ايه؟ اجمع يلا الصوره انت وهو. قال لهم بصوا يا جماعه يا ضفاير قلبي يا حبايبي، انا لقيت الحل اللي هيخلي الامور كلها تمشي زي الفل. احنا هنعمل خطه اسمها خطه الجنرالات. يلا بسطوا وسقفوا. قال له ايه ده يا ريس؟ احنا بس اول مره نسمع عنها. قال لهم انا كمان اول مره اسمع عنها، بس الواد حماده لسه موريهولي فوق على ملف الخطه يعني يا جماعه بتاعت الجنرالات ديت، وحط الملف لا مؤاخذه على الترابيزه وقعد يشرح. قال لهم النتن ايه بقى؟ بصوا يا ضفاير، احنا تقريبا بعد التهجير والقتل الخطا طبعا انا الله اعلم خطا مش بتاعتنا يعني، والحاجات دي كلها اللي عملناها فاضل لنا بتاع 200 300 400 الف واحد في الشمال، صح كده؟ صح. احنا بقى هننقلهم فين؟ في الجنوب، ناخدهم من الشمال نوديهم الجنوب. فقالوا له
ما هو طب ما هو في ناس دلوقتي في الجنوب، قال لهم معلش، قالوا ايوه يا نتن مش قصه معلش، يعني دلوقتي الناس بتوع الشمال هتروح الجنوب، طب الناس اللي اصلا اللي في الجنوب هنعمل فيهم ايه؟ قال لهم هنوديهم الجنوب قوي. قالوا له قوي قوي يعني؟ قال لهم قوي قوي قوي. وقام راح غامز لهم بعينه الشمال كده ناحيه ايه؟ سين. اصل يعني بالعقل كده الجنوب اصلا مكتظ بالسكان، ده يعتبر دلوقتي احصائيات بتقول ان منطقه رفح او منطقه جنوب فلسطين او غزه هي اكتر منطقه اكتظاظ بالسكان، فلازم يروحوا هناك معروفه يعني. قالوا له طب والشمال؟ قالوا لهم بتقصدوني انا؟ قالوا له لا لا يا ريس مش الشمال انت، نقصد الشمال يعني بعد ما خلاص منطقه الشمال دي هنعمل فيها ايه بقى؟ قال لهم معروفه، هنحط فيها جنودنا وهنعلنها منطقه عسكريه وما يبقاش فيها مدنيين نهائي. انت مش بيتهيالك او في ديجافو؟ اصل انا كعبد الفتاح بصراحه بقى بيتهيالي ان انا شفت المشهد ده قبل كده، حاسس ان هو ديجافو. مش بيحصل، مش الكلام ده حصل في غزه تقريبا؟ المهم يعني قال لهم اصل من كام يوم كان في بطل اردني عند معبر الكرامه او اللي اسمه الليمبي عدى الحدود وضرب ضفاير عندنا، في اتنين جالهم كدمات في الكتف وواحد ضوافره اللي كان مركبها كده لما واخده اتكسرت، فجيش الضفاير يا جماعه الحقونا بيقع مننا يعني حرام، ما عندكمش قلب ولا ايه؟ يسكتوا على كده؟ لا ده قال لك احنا كمان هنوقف دخول معونات علشان مصر بتهرب جوه المعونات دقيق، والدقيق ده جواه ذخيره والذخيره بتعمل لنا واوا تمام كده، وبيتنقل لحق ميم الف سين، فاحنا بصراحه كده هنوقف كمان دخول المعونات، فكده الناس دي يا تموت من يعني هتموت يا اما من الجوع يا من الزحمه يا مننا، هيبقى مش قدامهم غير ايه؟ مكان واحد الله ينور عليك اللي هو فين؟ لسه الواد الدفيره بيقول له سينا، قال له لسه بيقول له سي، قال له اسمها عند القوي قوي قوي، احنا ما بنقولش كده، احسن المصريين بنلاقيهم قدامنا مره واحده كده بقى بيتغدوا ولا يتمشوا على الحدود عندنا ولا على البحر، فمش عايزين مشاكل. فضفاير خلوا الحوار ده ايه؟ ما بيني وما بينكم كده ها؟ وحضر دلوقتي الواد ضفيره فون والواد ضفيره الطيار، قالوا خير يا نتن في حاجه؟ قال لهم انا عايزهم في مهمه رسميه بس هنعمل ايه مش رسميه؟ ناحيه لبنان كده، هنرمي عليهم رسايل ان هم يمشوا من المنطقه ديت علشان ايه؟ يعني هنروقها كده وهنضربها كده بالصلاه على النبي كده. قالوا له ماشي بس طب والمجتمع الدولي كده يا كبير من التنين هيمسكوها علينا الموقف ده؟ قال لهم لا ما احنا هننكر، هو انت ايه يا ابني انت ضفيرتك شكلها كده مش طويله ولا انت مش مركز معايا؟ احنا هننكر وهنقول لهم ده سلوك فردي وان الضفيره ده اتصرف من لا مؤاخذه يعني من راسه وهنجازيه. طبعا هم انت عارف هيجازوه كل خير يعني، وده اللي اتذكر في موقع العربيه، وعلى فكره ده نفس اللي حصل فين؟ في النصيرات وفي غزه لو تفتكروا. فتقريبا كده يا جماعه سيناريو المزوح اللي حصل مع اخواتنا في غزه بيتكرر مع اخواتنا عند لبنان في الشمال دلوقتي، ومعنى كده ركز معايا ان النتن والضفاير مش جاي معاهم اي حلول وديه وماشيين ورا دماغهم ها، والضفاير واضح اننا ناشفين عليهم، فقال لك ايه بقى؟ احنا مش هنحط نفسنا مع مصر، لا احنا هنزود الضغط المجتمعي والانساني والعاطفي ونحطهم هم في وش المدفع لما الدنيا تقتص على الاخر والحدود ويورونا هيعملوا ايه؟ اللي هو يا جماعه ما فيش انسانيه افتح لاخواتكم والكلام ده كله. لو حد يسالني بقى ويقول لي يا عبد الفتاح انت شايف ايه اللي هيتم؟ هقول لك الفيديو هيبدا من هنا. من الاخر يا فندم كده، فاكر لما ترامب طلع وقال لك ان حجم الكيان يعتبر تايني وصغير؟ When you look at the map, a map of the Middle East, Israel is a tiny little spot compared to these giant land masses. وبعديها راح نتن طلع بعدها بيوم تقريبا وقال نفس البقين دول، اهو ده بيتنفذ على الارض دلوقتي. لا مش فاهم عبد الفتاح، واحده واحده. بص يا فندم، الكيان بينفذ عمليه قذره للاستيطان عن طريق توسعه رقعه او مساحه الكيان، عن طريق ايه بقى؟ تغيير ملامح غزه، تقسيم غزه اللي هي اصلا يا سيدي سبحان الله كانت متقسمه. طب ازاي عبد الفتاح بقى الكلام ده؟ بص يا فندم، بيقسم غزه لثلاث اجزاء وانا حاولت اعمل لك صوره توضيحيه كده. القطاع الشمالي وهنسميه قطاع رقم واحد، وده يعتبر بيبدا من اول غزه والحد الجنوب بتاع محور نتسارين. اما القطاع الثاني واللي بعديه هو قطاع بيسميه وسط غزه، وده يا سيدي بيبدا او حده الشمالي محور نتسارين اللي احنا لسه قايلينه، والجنوبي محور اسمه كسوفيم لو انا بقول الاسم صح. ده كده القسم الثاني اللي هو وسط غزه. اما بقى نيجي للقطاع الثالث والاخير مسمينه القطاع الجنوبي، بيبدا من الحد الشمالي بتاع من حيث ما انتهينا اللي هو محور كسوفيم دوت، والجنوبي بتاعه محور فيلادلفيا. وده مش كلامي على فكره، الكارثه دي ده موجوده ومذكوره في العربيه يا فندم وفي الحدث ومعاريف العبريه. فمن الاخر كده الايام اللي جايه مش مبشره نهائي بالخير، فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. وصحيح النهارده كان رئيس الاركان صح بيتغدى في قاعده محمد نجيب العسكريه اللي اعتبر على الساحل او البحر المتوسط ده، فعايز اقول حاجه لاي حد بيتفرج على الفيديو ده
او اي حقود او اي حسود او اي عدو ولكل من يهمه الامر وبلسان كل مصري وعن نفسي على الاقل، الذي لا يتحقق بالسياسة ومفاوضات يا جماعة هيتحقق بالقوة. فنحن شعب اذا فرض عليه القتال فنحن اهله، فلذلك احذروا غضب المصريين يا جماعة، هتشوفوا اسود وسقور، ها هيزلزلوا الارض باللي عليها فوق اي ارض وتحت اي سماء. فبلاش اللعب مع مصر، لان انا عارف ان في ناس بتفرج على الفيديو ده، فدي كانت رسالة حبيت اوردها لكم. اما بالنسبة للواد ابو احمد فليه قصة لوحده وتفاصيل هنتكلم عنها في فيديو لوحدها الفيديو اللي جاي، عشان اشرح لك بقى ازاي او يعني ازاي الواد ده غلط غلطة عمره بتحريك بعض القوات ويعلي صوته ويعمل فيها لمؤاخذة، مؤاخذة يعني راجل. ففي النهاية نتمنى خير لبلدنا وربنا ينفع على رعاية مصر وينصرها على اعدائها واخواتنا في غزة ولبنان وكل العالم العربي. شكرا ليك.